السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مشروع نتاع إنجاز المركز الرئيسي تاع المقر الرئيسي تاع شركة الطيران الجزائرية إير ألجيري، وهذا المشروع اللي كان متوقف لمدة أكثر من 10 سنوات بسبب سوء تسيير و فساد يعني تاع المسؤولين في إير ألجيري، ومع الشركة اللي كانت مكلفة بالإنجاز، وكانت شركة تاع اللي كانت دارت الدراسات وهي شركة لبنانية، وشركة الإنجاز كانت كندية. وبعد ما توقفت الأشغال ووضع القضية لدى القضاء الدولي، وربحت الشركة الكندية كالعادة، لأن الجزائريين مش قادرين يدافعوا على حقوقهم. إذا كلف شركة إير ألجيري أكثر من 10 مليون دولار كتعويضات للخسائر التي كبدتها الشركة جراء التوقف في الأشغال. وهذا العام عاودت انطلقت الأشغال وتكلفت بها شركة صينية، والآن أنا دخلت درت نية في الهبال كالعادة، واصدمت ديرك داخل الشنطي بالسيارة، وهنا نشوف الشنطي من الداخل. ويعتبر المشروع هذا نتاع المقر نتاع إير ألجيري، شفت يعني التصاميم ديالو أجمل مشروع في المنطقة تاع الأشغال تاع تاع باب الزوار، يعني المنطقة هذه أجمل مشروع في هذه المنطقة، وسيزيد النص في من الناحية الجمالية والاستيتيك تاع المنطقة هذه تاع باب الزوار. إذا المشروع هذا عاود انطلق مع شركة صينية، وراها في وتيرة يعني متسارعة، وإن شاء الله ينتهي المشروع هذا في ما يزيدش يحبس، وتكون إن شاء الله القضاء الجزائري ياخذ الحرية والقوة اللي باش يردع المخالفين في تسيير الأمور العامة على الوطن. والسلام عليكم.